احنا كلنا عارفين انه الاكيوت ازمه ممكن تبقى مايلد ومودريت وسيفير. انا بتكلم على اكيوت اتاك، تمام؟ بتكلم على حد في اتاك. ولو احنا جينا اتكلمنا نقصد ايه بالسيفير؟ البيشنت اللي في الرعايه على فنتليتور، مش صحيح. السيفير لاب كرايتيريا لما هتسمعوها بعد شويه يمكن بعضنا، او لما هنفتكرها مع بعض يمكن بعضنا يحس هو هي دي السيفير، ما السيفير دي بنشوفها كل يوم، تمام؟ وبالتالي اصبح في كاتيجوري بعد السيفير اللي انا عاملها ايه؟ الكويستشن مارك. اتسمت اسامي كتير، تمام؟ فيري سيفير ده من عندنا مش مكتوب في البيبر، اوكي؟ بس هو لوجيك انه يجي بعد السيفير. انما اتقال لايف ثريتنينج اثما، واتقال نير فيتال اثما، واتقال امبندنج ريسبيراتوري فيلير، تمام؟ وهنيجي بعد شويه هنستخدم مصطلح كريتيكال اثما اللي هو العنوان المكتوب في البروجرام. لكن انا لو عندي سيفير اتاك، الحته اللي ايه؟ الحته اللي بالبنفسجي دي اللي احنا مش عارفين نسميها ايه دي، نقصد بيها انه البيشنت عنده سيفير اتاك وحاجه من الاثنين، يا هو سيفير اتاك ومش بيتحسن او بيتريوريت ديسبايت ثيرابي، لان السيفير بيجولنا في الطوارئ وبعضهم بيروحوا، اوكي؟ السيفير من تعريفاتها مثلا ان البيشنت هايبوكسيميك، فلو البيشنت جايب اكيوت اتاك الاوكسجين ساتوريشن بتاعه على روم اير 90 ده اسمه سيفير، اوكي؟ بنشوفه كل يوم وبنحطه على اكسجين وبنديله ستيرويدز وبنديله نيبولايزر وبعد ساعه بيتحسن وبعد 3 ساعات بيروح، ده سيفير. اه، لكن انا مشكلتي في مين؟ في اللي انا اديته الكلام ده كله وبيبروجريس او بيديتيريوريت او مش بيتحسن، اوكي؟ ومشكلتي في البيشنت اللي عنده دي كومبنساتوري فيتشرز زي سايلنت تشيكس، زي ريسبيراتوري اكزوشن، زي اولترد كونشسنس، زي سي او 2 ريتينشن، الى اخر هذا الكلام. فيبقى انا هنا بتكلم على مين؟ على السيفير اللي مش بيرسبوند، او السيفير اللي معاه دي كومبنسيشن فيتشرز وبالتالي يخشى عليه انه يارست. دي السيفيريتي كرايتيريا اللي انا كنت بقول عليها، ولو حضراتكم بصيتوا عليها طبعا كلنا عارفينها بس بنفتكرها، هتلاقوا ان هي بعضها مش هتاخدوا احساس انها سيفير قوي، اوكي؟ لان بنشوفها كل يوم. يعني بنتكلم على عيان هايبوكسيميك، بنتكلم على طبعا البيك فلو. البيك فلو يعني بيطلع في اوقات كده ان بيبقى في اجهزه وبنقدر نستخدمها. البيك فلو اللي هو البتاع اللي البيشنت بينفخه ده وبيدينا رقم وبنقارنه بالشارت حسب الهايت بتاع العيان، تمام؟ احيانا تبقى موجوده واحيانا تبقى مش موجوده. فهي لو عندنا بنتكلم اقل من 50% السيفير تاكيكارديا الديسنيا الريسبيراتوري ديستريس اللي هو تاكيبنيا او ريتراكشنز، تمام؟ فهي السيفير اتاكس ار كويت كومن عندنا في الطوارئ. انما مين الدي كومبنسيشن فيتشرز بقى اللي انا بقول عليها دول؟ دول اللي عندنا دول اللي هم السايلنت تشيست اللي هو البيشنت ابتدى بور ريسبيراتوري ايفورت واكزوستشن وسي او 2 ريتينشن، البيشنت عنده اولترد كونشسنس، البيشنت دخل بقى في سيانوزيس او البيك فلو اقل من 33. يبقى دول اللي هم اسوأ من سيفير او اللي انا سميتهم فيري سيفير. طيب الطبيعي ان انا عندي مايلد ومودريت وسيفير، واحنا هنستخدم زي ما قلنا الترم كريتيكال ازمة على الايه الجزء اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه، وده بيتعالج في البيت وده بيتعالج في الطوارئ ويخرج، وده بيحتاج ادمشن، واللي فوق دول بيحتاجوا يا اما هاي ديبندنسي يونتس اللي هي انترميديت كير يونتس او ممكن شورت تيرم في الطوارئ او في جنرال وورد لو رايح هيتحسن، والجزء الاخير اللي هو بيحتاج اي سي يو عند الدكتور احمد كده. طيب هل هي دايما كده؟ مش دايما كده ابدا. البوردرز ما هياش كده، احنا في حالات كريتيكال بنبتدي المانجمنت في الطوارئ وبعدين نكلم الدكتور احمد هنظبط لكم مكان، والمكان مش ايميديتلي افيلبل او محتاج احول عن حته تانية، فاهمين؟ فبالتالي هي ليست دائما هكذا. في ناس عندها ازمة اكشن بلان ممكن تعالج مودريت اتاكس في البيت مفيش مشكله والعيان يتحسن او ما يتحسنش، في عيانين سيفير بنعالجهم وبنروحهم من الطوارئ، وفي عيانين بيحتاجوا ادمشن لان عندهم مورتاليتي ريسك فاكتورز وهكذا. فالقصة ايه؟ ما هياش clear cut بالشكل اللي احنا بنشوفه. لو هنتكلم على PQ فاحنا بنتكلم على critical asthma. critical asthma طبعا clinical diagnosis، تمام؟ ومش لازم يبقى البيشنت عنده risk factors. احنا خدنا او كلنا عارفين ان في risk factors كتيرة، ان العيان جاله اكتر من كام اتاك، وان العيان الشهر اللي فات ايه، وان العيان اتدخل رعاية قبل كده او intubated قبل كده، وان العيان عنده poor response to treatment. risk factors دي كلها بتساعدنا، انما كلنا شفنا حالات كريتيكال ازمه من غير اي ريسك فاكتورز فور سيفيريتي من الاول، تمام؟ طيب هي كلينيكال دايجنوستس واحنا قلنا كرايتيريا، هل في فايده للدايجنوستيك تيست؟
بعضهم بيدونا فايده اضافيه، انما احنا مش عايزين نضيع وقت في ان احنا ايه مستنيين حاجات مش هتضيف كتير. هل الاكس راي ضروري؟ لو البيشنت وصل انه يدخل رعايه اكيد هنعمل له اكس راي، بس مش عشان نشخص السيفيريتي، احنا هنعمل اكس راي عشان ندور على كومبليكيشنز. اوكي، ممكن البيشنت يبقى فورين بودي وجاي تايت تشست، فهنلاقي ان في اسيمتريكال فايندينجز او لوكالايزد هايبر انفليشن، او ممكن البيشنت يبقى عنده نيموثوركس سبونتينيوس ممكن، وهكذا. تمام، البوتاسيوم مهم جدا لانه السيفير اتاك والتريتمنت اللي احنا بنديه ممكن يدخل عنه في هايبوكاليميا والبيشنت ديستريسد، والبيشنت انا بديله بيتا 2 اجونست اللي هي ممكن تزود الريسك اوف اريثميا. طبعا دايما الاريثميا لازم تيجي معانا يعني عشان ايه، عشان احنا مع الدكتوره. تمام، فكده بلس ان احنا عارفين ان الستيرويدز بتعمل هايبوكاليميا والبيتا 2 اجونست بتعمل هايبوكاليميا والهايبوكاليميا بتعمل اريثميا، فايه خدوا بالكم بالبوتاسيوم في اي عيان يعني جاله اثماتيك اتاك بيوم 3 جلسات ودوز ستيرويدز اللي هيطول عن كده لازم ناخد بالنا من البوتاسيوم. في بلاد بيكتشر هنعملها طالما عيان دخل الرعايه، بس اللوكوسايتوزز مش لازم يبقى انفكشن، اللوكوسايتوزز ممكن يبقى زي ستريس ريسبونس مع الايه السيمباثيتك اكتيفيشن اللي موجوده، وبالتالي مش لازم يبقى انفكشن لو هو لوكوسايتوزز بس، ما عندناش زياده في الايماتشور فورمز والسي ار بي وي، وطبعا البلاد جازز علشان الريسبيراتوري فانكشن. فهي دي الحاجات الاساسيه لو احنا بنتكلم في عيان كريتيكال. طيب هنعمل للعيان ايه؟ هو العيان الكريتيكال اثما ده هو عباره عن كومبينيشن اوف حاجتين، انه سيفير اكيوت اصلا، وانه عيان اي سي يو، عيان عنده كريتيكال ايلنس. فالسيفير اكيوت اتاك بتتعالج بايه؟ هنزود ونشيل ونحط ونروح ونيجي، بس احنا في الاخر بنرجع للثلاثه بتوعنا، اكسجين، برونكودايليتور، سيستميك ستيرويدز. اوكي، كريتيكال ايلنس يعني سيستم سبورت، يبقى البيشنت محتاج ريسبيراتوري سبورت وقد يحتاج سيركيولاتوري او ميتابوليك سبورت زي ما اتكلمنا في الهايبوكاليميا. اوكي، يبقى دون المانجمنت اوت لاين بتاعها. طيب الاكسجين، اي سيفير اتاك، مين السيفير اتاك اللي في الرعايه؟ العيان اللي ديستريست، العيان الهايبوكسيك، العيان اللي سيفير اللي ديسبك، احنا قلنا من الاول اي سيفير اتاك محتاج اكسجين، التارجت من 94 ل 98 ده العادي زي الكوفيد وزي النمونيا وزي اي حاجه عندنا. تمام، ما عندكش بالس اوكسيمتر، ده مش معناه ان العيان ما بقاش سيفير عشان انت ما عرفتش تقيسه، عشان في حاجات غريبه كده ساعات بتحصل اللي هو ايه، العيان ديسنك وعنده سيفير ريسبيراتوري ستريس وابتدى يدخل في اكزوستشن، بس انا ما عنديش بالس اوكسيمتر فاعتبرت العيان مش هايبوكسيك فقررت ما اديلوش اكسجين. اوكي، زي حد مره بيكلمنا يقول لنا ايه، احنا عايزين حد يعمل لنا ايكو او عايزين ناخد منكم الجهاز بتاع الامبيدنس كارديومتري عشان العيان فوليوم ريفراكتوري شوك عايزين نبتدي له انوتروبس. ما حدش قال كده. اوكي، ما هو فوليوم ريفراكتوري، فالبيشنت لو هو كلينيكالي سيفير ما ينفعش تعتبر ان عدم وجود البالس اوكسيمتر، مع ان البالس اوكسيمترز دلوقتي في البيوت وفي العيادات وفي كل حته، مش لازم تبعت العيان ايه مستشفى عشان تقيس له الاكسجين ساتوريشن، الفكره انها ممكن. طيب قلنا اكسجين، ستيرويدز، برونكودايليتورز، سيستميك ستيرويدز، دي الجرعه اللي مكتوبه في معظم الجايد لاينز ومسموح تتاخد كل اربع ساعات عشان احنا حافظينها كل ست ساعات، لو العيان هوسبيتالايزد ونوت ريسبوندينج ممكن ياخدها كل اربع ساعات لان ساعات الريسبونس بيبقى ترانزيان. الميثايل بريدنيزولون، ايه رايكم في الميثايل بريدنيزولون في الاكيوت اد؟ عشان ده عليه خناقه عندنا في المستشفى، بتدوه لمين؟ هو بصوا يا جماعه، كتير من الجايد لاينز قالت ميثايل بريدنيزولون 2 مللي جرام او بعضها كتبتها من 1 ل 2. تمام، بس ليه اللي قالوا ليه؟ قالوا being readily available and having no salt retaining activity. طب لو هو مش readily available يبقى هنسيب العيان يموت وهنقعد ندور على ميثايل بريد. اوكي، اللي عندك دي تمام، وما ينفعش ان البيشنت بعد ما هو ماشي على هيدروكورتيزون كل اربع ساعات او هو ماشي على ديكساميثازون هاي دوز وتلاقيه ما تحسنش فتقرر تديله ميثايل بريدنيزولون على اتنين. طب ما هي هي. اوكي، وبالتالي هم عندهم افيلابل واحنا في وقت كان عندنا البريدنول، البريدنول اللي هو بريدنيزون 20 مللي جرام، امبول فايل كلها 20 مللي جرام، فدي ممكن ان احنا تبقى ريدلي افيلابل. فانت مش لازم تدور على السوليمدرول ومش لازم تفتح فايل 500 عشان تدي العيان 20 مللي جرام، انما هو مكتوب ليه؟ هم اللي كتبوه قالوا ان احنا كتبناه عشان هو متوفر وملوش سولت ريتيننج اكتيفيتي،
احنا عندنا الهيدروكورتيزون متوفر والدكساميثازون ملوش سولت ريتيننج اكتيفيتي. فقصه ان احنا هندي سوليوم درول يعني سوليوم درول دي قصه الحقيقه ايه فيها تعسف كتير موجود محطوطه ايه في ريد بوكس. انهيلد او نيبيلايزد ستيرويدز كانوت سبستيتيوت سيستميك ستيرويدز في سيفير اتاك. ما حدش يقول لي حد يلعن بالميكورت ومش هديله سيستميك ستيرويدز طالما انه جاي في سيفير اتاك. والاذر انتي انفلاماتوري ثيرابيز ليس لهم دور, يعني استخدام حاجات زي المسل ستابيلايزرز او زي الانتي هيستامينكس في عيان في سيفير اكيوت اتاك مش هتفرق. هتفرق بقى لو العيان هوسبيتالايزد واحنا عايزين نكنترول من بعد كده, انما في الطوارئ مش هتفرق. ايه رايكم في الهاي دوز بالستيرويدز؟ ينفع ندي العيان سوليمدرول على 10 او على 20؟ لو سالنا الدكتور احمد جلال هيقول لنا ينفع وبنعملها كل يوم تمام. في جايد لاينز بتقول مفيش ايفيدنس. طيب خلينا نشوف القصه ايه. اللي هيقول لنا لا هيقول لنا انه مفيش ستاديز طلعت ان العيانين لما بياخدوا هاي دوز بالسز ده بيحسنهم, والجمله اللي مكتوبه في جايد لاينز كتيره جدا لو انا حبيت اكتب اساميهم هيخلصوا السلايد ده واللي بعده, ان لارجر دوزز ار نوت نيسيسري او ار نوت اسوشييتد وذ بيتر اوت كم ان موست بيشنتس. حد لازم يقول لي هو احنا بنقول اننا هندي لكل العيانين سلكت. طب ما هو ان موست يعني في فيو ممكن يفيدهم, وكل الستاديز ما فرقتش السيفير من لايف ثريتنج. كل الستاديز اخذت السيفير اكيوت ازمة على بعضها وقالت ان there is no benefit, لكن من الممكن ان يكون هناك سبسيت قد تستفيد منه تمام, اللي هي ايه absence of evidence لا تساوي evidence of absence, يعني ما احنا لم نثبت انه ليس له دور كويس. وان موست بيشنتس وما هواش الانيشال تريتمنت, ما حدش قال ان العيان اول ما يجي وحش نروح مدينه ميجا دوز تمام. وانه inflammatory disorder واحنا بنستخدم pulses في diseases كتيرة much less critical عن patient critical asthma هيضاي دلوقتي, والadverse effect بتاعت 1 or 2 or 3 pulses ما هياش هي دي اللي هتمنعنا من استخدامه. فالقصة ستظل individual patient decision. كنا بنتكلم يا دكتور احمد على استخدام ال high dose pulse steroids في السيفير اكيوت اتاك. طيب عايزين نروح للدكتور عايزين نحيي اسم الاطفال لانه have been very active to initiate programs like this. جزء من الانتجريشن بتاع any physician to the institution is how you feel that this institution is going to help you and your patients to build over time a good association, a good career path and so on. So integration in training and in academia is one of the main important things that the medical council are looking at. احنا بنحيي اسم الاطفال اللي انتوا عندكم consistency في الموضوع ده. بشكرك ومش عايزين نعطلكم اكتر من كده. انا جاي راح بس بالجامعه وهكمل شغلي. الموضوع طبعا جميل جدا يعني. وطبعا يعني شكرا لدعم الدكتور ماجد والاداره للساينتفك اكتيفيتيز بتاعت القسم, وطبعا للدكتوره رانيا كنا بنتكلم ان احنا يعني الموضوع فعلا ريجولر وكونسيستنت وان شاء الله يكون في فايده للناس, وشكرا لدعم حضرتك. رول موديل احنا بنحييك جميعا يعني. طيب يبقى احنا قلنا اكسجين ستيرويدز برونكودايليتورز, هنيجي للبرونكودايليتورز. الجمله اللي بالاحمر دي هي اللي موجوده برده في كميه جايد لاينز, ممكن تخلص السلايد ده والاثنين اللي بعده. نيبيلايز سالبيتامول ويز ايبراتروبيام يوزنج اوكسجين دريفن نيبيلايزر, بتكلم على سيفير اتاك يعني عيان هايبوكسيك. يبقى ليه بنستخدم اوكسجين؟ عشان تو مينتين اوكسجينيشن, وعشان البيتا 2 اجونست ساعات لان هي بتعمل فازو دايلاتيشن للبلمونري فيسلز ممكن تعمل لنا سنه هايبوكسيميا انيشال اوت اوف فنتريشن بيرفيوجن ميس ماتش, ودي كلنا شفناها لو عيان سيفير اخذ نيبيلايزر من غير اوكسجين. ساعات نلاقي في انيشال ايه ديساتوريشن في العيانين. مفيش حد في الدنيا ايفر في العالم كله قال اننا ممكن نستخدم ايبراتروبيام من غير سالبيتامول. مفيش حد في العالم قال كده يعني. انا قعدت ادور كتير لم تذكر. اوكي طيب ممكن نديها فريكوينت او كونتينيوس, وكونتينيوس فيها حوارات كتيره جدا جدا جدا,
ايه اللي موجود وازاي نظبط الريت. والخلاصه انه لو اديناها فريكوينت افري 20 مينتس اول ساعه تقريبا ايكويفالنت لان انت تستخدمها كونتينوس في التوتال دوز في الفيرست اور. برغم ان احنا ساعات ايموشنالي كده لما بنلاقي عيان فيري سيفير او كريتيكال او جايب امبندنج ما بنبقاش عايزين نوقف, فبن ايه فبنشغله كونتينوس لغايه ما يتحسن او لغايه ما نطلعه عند الدكتور احمد في الرعايه. لا هو بالعاده بيعمل حضرتك يعني, هو السؤال ده انا سالته كذا مره ودورت على طريقه مش عارف راي حضرتك ايه. هو انا كنت بقول حاجه, احنا ابتدى ان بقول للممرضه انا لو شفته من غير ماسك النيبولايزر انا هقتله, فهي كل ما الف وابص الاقيه لسه بالنيبولايزر. هل ده صح او هل ده في الاخر بيوصلنا للدوز المظبوطه؟ يعني هي تقريبا كل تلت ساعه بنعمل جلسه ونقدر كنت هل لو هتعمل جلسه مدتها تلت ساعه كل تلت ساعه النتيجه ان هي كونتينوس, انما الكونتينوس له وصلات وله حاجات بتكنترول الدوز مش موجوده في مصر. هي دي القضيه كلها في الموضوع. طيب الإبراتروبيوم يجوز اضافته ويجوز استخدامه اون جوينج كل ساعتين لاربع ساعات بعد الساعه الاولانيه برغم ان الافيدنس مش عالي قوي, انما احنا بنستخدمه مفيش فيه مشكله. ايه رايكم في المغنيزيوم؟ مغنيزيوم في الانهيلد مغنيزيوم سلفيت لا لو بنجيزي انتو مغوثي او دورتو قادم فضري فنو سواعي انا معلوماتي عن المغنيزيوم انه لو عندي مصل بينز كرونيك يبقى انا عندي فايمو مغنيزي انتو حاوز بضاعي فنو هو انتو بالأسفل في الأسفل يعني اهلا معك عن انتو سي او دورتو اهلا بيكم الليبرايزر سيشن في الفيرست اور بس على الليبرايزر ان اديشن والله ان اديشن مع البيتا يس ومع الاسترويدز يس توكينج اباوت كريتيكال اتاكس او فيري سيفير لايف ثريتنينج اتاكس. ايه يعمل ايه بقى الانجليزي؟ هو لو برونكو دايليتور افكت ثرو سموث ماسل ريلاكسيشن دايز يس. وبرده ممكن يعمل هايبوتنشن كده ولا بقلل الهايبوتنشن لما باخد نيبولايزر؟ لو استخدمناه هو بيستخدم نيبولايزد وبيستخدم اي في. احنا دلوقتي بنتكلم فيرست لاين فبنتكلم على الفيرست اور تريتمنت فبنتكلم عن نيبولايزد ما بخافش منه بقى بالهايبوتنشن. يس يس هو طبعا جزء منه هيبقى ابزورب ديفينتلي بس از ذا جنرال رول از لو احنا استخدمنا لوكال ثيرابي السيستميك افكتس بتاعتها بتبقى اقل شويه. تمام النقطه بس دي جرعه الاطفال ولا جرعه ال جرعه كله بيكوز اتس لوكال. لما هنيجي للانترافينوس دوز طبعا مختلفه خالص دي فينز على ايه. لكن هي النقطه بقى ان المغنيسيوم اللي عندنا هايبرتونيك بوند, فدايما اساتذتنا في البلمونولوجي لو معانا الدكتوره منى الفلكي هتقول لنا بس مشكله المغنيسيوم انه ما ينفعش ندي لل 50% ولا حتى ال 10% لانه هيعمل اريتيشن ات هاز تو بي دايليوت. فال150 دي عايزه تبقى مينيمم في 5 او في 5 تو 6 ام ال فوليوم تمام علشان ما يبقاش الديسيتي بتاعته تعمل اير واي نورمال سلاين ولا ديستنت وود. غالبا بنخففهم على بعض يعني الابراتروبيوم والسالبوتامول بتاعتهم التوتال سايز اوف ذا كوانتيتي مع المغنيزيوم بتكون 5.7 اف وي وونت تو دايليوت تو هنديه لوحده يبقى ديستنت ووتر از بريفيرد لانها هتدينا النورمال سلاين برضو ما يزال يعني هيبقى محتاج حسبه مختلفه علشان النورمال سلاين اوريدي هو الـ يعني اوزموتيكالي اكتف غير ان انا استخدم بس انا بس عشان اخدت على الاطفال بس معاكم لا حضرتك بتنافسنا كده. انا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور رانيا على الايفنت الجميل ده. الشير نوليدج والايفولفنج نوليدج جوه المؤسسه هي اللي بتضمن البيست اوتكم بصراحه. فانا جاي عشان اشكركم. احنا معانا تيم رائع طبعا الدكتور حافظ دايما ما بيتخلش علينا بوقته, دكتوره سماح هي اللي منظمه كل حاجه الدنيا بتاعنا ساينتفك كوردينيتور, دكتور احمد جلال, دكتوره دعاء مشرف ستارز, دكتوره اسام نور بتوعنا, دكتور محمود شركه ستاندرد برضه الفارماسيوتيكال كومبانيز ار سبورتنج اس ثانك يو سو ماتش على ده. شكرا والله على دي لان دي اللي بتزود الكواليتي بتاع الاوتكم. We want the best for our patients. So thank you for supporting us. Shukran. Okay, so we can use it, but it needs to be diluted. We can't take 1.5 cm from the ampoule and put it in the nebulizer as it is, or it will be airway irritation. Okay. I'm talking about very severe.
ممكن يكون ما فيش ريسبونس للحاجات الاولانيه دي، فهنحتاج ان احنا نستخدم بارنترال او سكند لاين برونكو دايليتورز. تمام، اللي مكتوب ثلاث حاجات وكل واحد فيهم له ما له وعليه ما عليه. تمام، اول حاجه بارنترال بيتا 2 اجونيست بتستخدمه الفنتولين اي في. تمام، انترافينوس ماجنيزي ده بنستخدمه على طول، وهنشوف ان احنا بنستخدمه اجينست اول جايد لاينز، واذا كنا شايفين ان اللي بنعمله بيحسن العيانين يبقى المشكله عندنا، لان المفروض نجمع الداتا وننشرها يعني. تمام، الثيوفيلين بتستخدموه؟ نفسكم تقولوا لا، بس الاجابه انه احيانا. هنشوف كان زمان قوي بيقولوا ان انا ممكن نستخدم ادرينالين سبكتينيوس في الاكيوت ادما، بس ده كان زمان، ده هيستوريكال ميديسن، بليز ما حدش يعمله. اوكي، وكان زمان برضو بيستخدموا ايزوبرينالين انترافينوس، ايزوبرينالين اللي هو بيتا 1 وبيتا 2 اجونست، ولكن هذه الاشياء اصبحت لا تستخدم بسبب الاريثميا وبسبب وجود مور سيلكتيف ايجنتس. نقدر دي جرعه السالبيتامول اللي ينفع نديها في الطوارئ. اوكي، لو البيشنت نوت ريسبوندينج للفيرست لاين ثيرابيز او فيري سيفير من الاول. تمام، الجرعه 15 مايك بير كي جي، ماكسيمم 500، هو الامبول 500. اوكي، فمش هنتجاوزه، وبيتاخد اوفر 3 تو 5 مينيتس، ولو العيان مالوش لاين يجوز استخدامه سبكوتينيوس ويجوز استخدامه اي ام، وهو زي الادرينالين في الانافيلكتيك شوك، لو اديته اي ام هيشتغل فيري فيري رابيدلي. ليه؟ على نفس الريسبتور، عشان هو سكيليتال ماسل فازو دايليت. البيتا 2 دي سكيليتال ماسل فازو دايليتور، فيجوز ان انت تدي سالفيتامول بولس اي ام لو العيان جاي بدي كومبنسيشن فيتشرز ولسه ما ركبلوش لاين. اوكي، وممكن ندي بره الرعايه مره واحده. الانفيوجن محتاجه مونيتور سيتنج، ما ينفعش ندي العيان انفيوجن من غير ما يبقى مونيتور، ولازم نمونيتور كل الحاجات اللي قلناها دي. وكان في جرعتين اول ما ابتدينا نستخدمه بالجرعه القليله اللي هي من 0.1 ل 0.4 قياسا على التريبيوتالين اللي هو مش موجود في مصر. اوكي، وبعدين الكلام اللي اجدد شويه بقى بيدور كله حوالين 1 مايك بير كي جي بير مينيت. هنلاقي واحد بيقول من 1 ل 3، وواحد بيقول ندي 3 او ربع ساعه، وبعد يعني انما هي كلها بتدور حول بصوره او باخرى 1 مايك بير كي جي بير مينيت، ماكسيمم 20، عشان لو العيان 70 كيلو مش هنديله 70، هي الادلت دوز 20. تمام، وفي جرعات اعلى شويه، انما ايه، خلينا نتكلم على الستارتنج دوز دي اللي هي بتاعها. ده بيتاخد كونتينوس انفيوجن في مونيتور سيتنج. ما حدش في العالم قال ان العيان يمشي على ريجولر ماجنيزي. اوكي، الكلام بيتكلم على سنجل دوز، ودي الجرعه ومكتوبه اوفر 20 مينيتس. تمام، وممكن ان هو يستخدم مع الحاجات اللي فاتت. الاي في ثيوفيلين، الاي في ثيوفيلين هو سينرجستيك مع البيتا 2 اجونست ولو انتي انفلاماتوري افكتس، بس عيبه الرئيسي اللي احنا كلنا عارفينه انه له فيري نارو سيفتي مارجن او ثيرابيوتيك اندكس، وهو الجرعه بتاعته زي ما احنا شايفينها، ولو احنا ما عندناش دراج ليفل وعندنا سيلكتيف بيتا 2 اجونست يبقى هيبقى استخدامه قليل قوي. انما احنا انطباعنا كلنا انه اتلغى، هو مكتوب في بعض الجايد لاينز. اوكي، لكن ده مش معناه ان ندي الاثنين مع بعض، لانه هيبقى الريسك اوف سينرجستيك توكسيسيتي عاليه. طيب لو بتكلم على كريتيكال ادما، احنا قلنا الثلاثه اللي فوق اللي هم الاساس بتوعنا، في عندنا اذر ثيرابيز، وفي الاخر لو العيان احتاج ميكانيكال فنتيليشن. من ضمن الاذر ثيرابيز المعروفه الفولاتايل انستاتكس، الفولاتايل انستاتكس لهم باورفول برونكو دايليتور افكت، وممكن لو العيان فنتليتد وانت اديته هيبقى له سلاتيف افكت. انما هو ايه مشكلته؟ يا احنا ليه ما بنستخدمهمش في الرعايات؟ ما عندناش فيبورايزر اللي هو البتاع اللي بيبقى محطوط في جهاز التخدير اللي احنا بنحطه فيه اللي هو ايه بيطلعه بكنترول ريت. طب عادي ما نجيبه، ما هو عندنا عشان هننام كلنا. تمام، لو احنا اطلقناه المفروض ان الاماكن اللي هتستخدم فولاتايل انستاتكس في الرعايه يبقى فيها سكافنجينج سيستم، انه الهواء اللي خارج ده يطلع بره الرعايه ويتم التخلص منه، والا كلنا هننام. بمناسبه ننام كلنا، حد فيكم سمع على شمعه البروبوفول؟ اخترعوا شمعه عباره عن بروبوفول. انتوا عارفين ان البروبوفول ده ليبيد لون ابيض عامل زي الانترا ليبيد، فالبروبوفول ده جمدوه عملوه في شكل شمعه.
الشمعة دي بتقعد 24 ساعة نولعها يطلع بروبوفول على الهادي في الجو كده عشان الناس ايه تهدى. اوكي بس اقول لحضرتك حاجه بالمناسبه دي كان في كنا في يعني في مستشفى والله كبيره وبرايفت يعني هم كنا مواد وكان في حاجه عارف الامبو باجي اللي هو بتاع التخدير ده كان مخلوط خرم صغير كده فاحنا كلنا قاعدين كده بناء الليكس اللي في السيستم طبعا موجود اللي كان بيعمل كده زمان النايتروس النايتروس كان بيستخدم كتير في النساء وفي البروسيجرال سيديشن والنايتراس بيطلع في الأوضة فيبقى انت اخر اليوم طالع ايه المشكلة ان النايتراس هايلي تراتوجينيك يا جماعة يعني لو واحدة بريجننت يبقى ايه هو النايتراس اتمنع في مصر عارفين ليه دكتور احمد اكيد عارف النايتراس اوكسايد اتمنع في مصر عشان في حادثة حصلت في مكان ما ان حد وصل اسطوانة النايتراس على خط الاكسجين فالعيال كلها جالها هايبوكسيا وماتت فكان القرار ان احنا نمنع النايتراس ايوه مين ده الميتنج الجاي الدكتوره رانيا هتعمله لنا في الغردقه او في مرسى علم تمام الراجل ده شايل اسطوانه الاسطوانه دي فيها ايه هتجاوبه غلط فيها ايه الاسطوانه دي مش اكسجين اكيد مش اكسجين هيليوم مش اكسجين لان الاكسجين هيبقى على هاي بريشر فهيعمل لنا اكسجين توكسيسيتي هو كومبريست اير تمام بس بعد دبث معين النيتروجين اللي في الكمبريست اير ممكن يعمل مشكله فبيستخدموا اي حاجه اسمها هيليوكس هيليوم مع الاكسجين الهيليوكس ده بيستخدم في السيفير اكيوت ادنيا ليه لان هو اخف من الهواء فالريزيستنس بتاعته اقل وبيحسن البرونكو دايليتور ديليفري للاندر فنتريتد ارياز في اللنج بس مشكلته مشكله خطيره شويه عشان العيان يستفيد لازم الهيليوم 60% وعشان الهيليوم يبقى 60% يبقى الاف اي او 2 مش هتزيد على 40% يبقى انت عايز عيان وحش قوي بس مش محتاج اف اي او 2 فوق 40% وش ده دوت اكزيست اوكي المشكله الثانيه ان الجاف كالبريشن مختلف الهيليوم مختلف عن النيتروجين فبالتالي مش هينفع تستخدم الفلو ميتر الطبيعي عشان انت ايه تعاير بيه الهيليوم ذاتس واي هو مش مشهور بس هو مكتوب في دور الانتي بايوتكس مش في الاكيوت اتاك بس لو العيان عنده انفكشن او suspected infection في دور للانتي فايرال لو هي تريجرينج فاكتور زي الانفلونزا وزي الكوفيد وغيره وغيره في دور للسيداتيفز لا الا لو العيان على فنتيليتور في دور للميوكوليتكس اكسبليسيتلي ممنوع فالعيانين التايب تشيست كلهم اللي مكتوب لهم ميوكوليتكس او ادويه كحه فيها ميوكوليتكس انت كده بتزود المشكله لان الميوكوليتكس كلها بتشتغل عن طريقها بتعمل هايدريشن للسيكريشنز بتزود الفوليوم اللي هو اصلا مش عارف يخرج فالميوكوليتكس كونترا انديكيتد اساسا في هذه الحالات طيب متهيألي دكتور احمد جلال والدكتور ضواء هيوافقوا معايا ميكانيكال فنتيليشن في عيان سيفير اكيوت ازمة شيء سخيف جدا تمام ليه الاير واي ريزيستنس عالي مفيش كومبليت امبتينج لللانجز فانت شغال على حته لو كومبلاينس مشكلة انك تخرج الهواء كله اللي موجود لان الاكسبيريشن باسيف في كل الميكانيكال فنتليشن مودز ما عدا حاجة واحدة من الهاي فريكونسي مش موضوعنا تمام وبالتالي انت محتاج اكسبيراتوري تايم طويل طب نقلل الانسبيراتوري تايم مش هينفع لانه انت شغال على حتة فوق العيان ما بيفضيش يعني ده الكومبلاينس كيرف بتاع العيان هتلاقي ان هو ايه هو انت شغال هنا يعني ده الطبيعي ان انت شغال هنا تمام البيشنت اللي عنده اير واي اوبستراكشن اوريدي بادئ من فوق بادئ من الحته اللي هي ايه لو كومبلاينس فلو انت قللت الانسبيراتوري تايم يبقى انت هتحتاج بريشر مرعب عشان توصل له التايدال فوليوم المطلوب النتيجه انك لازم تقلل الريت والعيان اصلا هايبو فنتليتنج وبالتالي العيان هيفايت فالنتيجه ان العيان لازم يبقى هيفلي سيديتد وياخد ماستر ريلاكسنت وكتير منهم في الاخر بيفرقعوا وهترجع تقول في الاخر هتقبل بيرميسيف هايبر كابنيا انا ما عنديش مشكله ان العيان يبقى السي او 2 بتاعه 65 وهو على الفنتليتور طالما ان انا بصلح الاسيدوزز والعيان عنده سيرفايفبل اوكسجينيشن يبقى في الاخر هو لو العيان جاي لك من بره بسي او 2 60 ما تفنتلوش لو انت قادر تمنتين العيان فبالتالي الميكانيكال فنتليشن وي دونت لايك بات سام تايمز وي هاف تو المين انديكيشن فور ميكانيكال فنتليشن في عيان اكيوت ازمة المين او الموست كومن انديكيشن ان العيان دخل في ريسبيراتوري اكزوزشن.
طبعا ارست طبعا جوز ويزاوت سيل. انما لو العين دخل في ريسبيراتوري اكزوستشن ابتدى الدرايف بتاعه يبقى مش حلو، ده ملوش حل، لازم هيبقى فنتيليتد. تمام، هتانتيوبيت، خد بالك ان البروبوفول ممكن يعمل هايبوتنشن والاوبيويدز ممكن تزود البرونكو سباز. الدراج اوف تشويس كيتامين طبعا. تمام، هنعدي الحته دي لانها احنا قلناها باختصار في وسط الكلام. تمام، مهم جدا ان العيان يخرج كومبليتلي لانه الايروي اوبستراكشن بيبقى اكتر في الاكسبيريشن، واهم حاجه عندنا ان يبقى الاكسبيراتوري تايم اديكويت، وعشان تديليفر التايدال فوليوم بالبريشر معقول يبقى الانسبيراتوري تايم مش هيقدر يقل قوي، يبقى الكونكلوجن انك هتستخدم لوري وهتتقبل شيء اسمه بيرميسيف هايبركاتنيا وده هيحتاج هيفي سيديشن. تمام، مفيش ديفينيتيف، احنا ممكن نقعد نتكلم شويه واحنا قرينا ده وعملنا ده وجربنا ده ان احنا نستخدم فوليوم ولا نستخدم بريشر. هو في الاخر خلاصه مفيش حاجه ديفينيتيف بتقول ان في واحد احسن من الثاني، وان كان ممكن يكون في مزايا وعيوب لحاجات منهم في النص مش هنتكلم عنها فور ذا سيك اوف تايم. تمام، في دور للنون انفيزيف، ايه رايكم؟ ممكن نستخدم نون انفيزيف في عيان سيفير اكيوت ازمه؟ هو الكلام القديم انه مش ممكن، لكن الكلام اللي اجدد انه قد يكون. تمام، وفي تو سمول ستاديز على الموضوع ده، وبالتالي ده ممكن يبقى محتاج فيرذر ستاديز، لكن ممكن نستخدم النون انفيزيف في الاكيوت ازمه. طيب السمري اوف ستراتيجي، انيشال سيديشن، ادكوت تايدال فوليوم لو قدرت بالبريشر مش عالي قوي، ادكوت اكسبيراتوري تايم ولو ريت، ممكن تاكسبت بيرميسيف هايبركابنيا. الاس اي ام في احسن من اسيست كنترول لانه هيليمت الريت، لو انت اشتغلت اسيست كنترول هتشتغل على الريت بتاع العيان اللي هو غالبا عالي وبالتالي هيحصل اير ترابنج والعيان هيفرقع. تمام، وانس اكسبتابل جاز اكستشينج يبقى هنوقف النيور ماسكولار بلوكر ونخلي العيان يتريجر ونبتدي ايه نستخدم مور سينكرونايز مود. غالبا العيانين دول يتحسنوا في اول كام ساعه يا بيعقوا عق كبير جدا جدا. تمام، في دور للاكمو، وبيتكلموا على من الالسو ريجستري انه في 80% سيرفايفل للبيشنتس اللي فيلينج ميكانيكال فنتيليشن بيكوز ذس از ا ريفرسبل كوز. دي بعض السورسز اللي احنا اتكلمنا فيها، وشكرا لحضرتك.